طب يا عم أمر سحب ولا ايداع ولا ايه؟ ايداع 20,000 جنيه. كم؟ 20,000 جنيه. شفت صوتك. تعال وسع يا اخ وسع، اوعي سلفنتي. سامي باشا، الباشا هيودع 20,000 جنيه. ايه التهريج ده؟ يعني ايه تدخلوه قبلنا؟ مش في طابور؟ وطي صوتك، انت عارف ده هيودع كام؟ 20,000 جنيه. انا هودع مليون جنيه. بره بره بره. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. ايه اللي بتعمله ده؟ تدينا في داهيه. لا ده شغلي. مين مره اقول لك ما تتدخلش في شغلي؟ بسرعة وهات أي فلوس تلاقيها. لا باكوتش، بس ممكن ألم فلوسي عشان أنتوا هتمشوا، مش هطول حد أنا بعد إذنك. اخلص. إيه البلوة اللي إحنا فيها دي؟ وطي صوتك، اللي أعرفه إن أنت معاك مليون جنيه. هات الشنطة اللي معايا دي. الله يخرب بيتك، دي فلوس الشركة. وعملت التانك قوي، هي مش فلوسك، اتنيل. فلتت أنت بال 20,000. حافظ على فلوسك بقى. لقيت الورق؟ ملوش اي اثر. في ناس مستعده تدفع ملايين وياخدوا الورق اللي يخص سهيل الناجي. كوتش تعال عايز ايه؟ تعال حاجه لمصلحتك، ما تضيعش وقت. يلا بص يا ده، انت تحت. بقول لك ايه؟ عامل لك قرفه بالحليب وتخلعني من الليل دي؟ حمازر بلاش حليب ساده. ايه رايك؟ وانا مش عايز اسيح الورق بتاع سالم ناجي، انا عارف طريقه. تعال معايا، هات البت دي. ودي كمان ودي كمان. بقى سالم نفسه المكان ما حصل. محدش يضرب نار، معانا رهائن هنموتهم. اتحرك. يلا اسمع انت. ايه العربية الحلوة دي؟ ارفع ده، هات المفاتيح اللي انا بسوق، انا اسوق. يلا اركب 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 انت يا عم اركب، احنا اهلي. يلا يلا قشطة، هات المفاتيح هات المفاتيح.